السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته كزوال الشمس لوجود الظهر. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كتمام الحول مثلا لوجوب الزكاة. هنا قلنا ان حال الوقت قلنا ان الحكم هو نسبة شيء الى ايه؟ الى شيء، نسبة شيء الى شيء. فهنا الشرع احيانا يضع بعض الامور الى جوار بعضها البعض بحيث انها تدل على حكم من الاحكام. فقلنا زي العلامة وزي العلة وغيرها انها معرفات بوجود الحكم، كان الشرع يقول لك اذا وجد هذا الحكم، اذا وجدت هذه العلامة وجد هذا الايه؟ هذا الحكم. فعندنا ذكر ثلاث انواع وهي السبب والشرط والايه؟ والمانع. وفي غيرها قلنا ان في العلة وفي يعني على مذهب الاحنافي يفرقون بين السبب والعلة، وفي تقسيمات اكثر من ذلك يعني، ولكن ده هي المشهور. فمشي على تعريف ان السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما معنى من وجوده الوجود؟ يعني اذا وجد الحكم، اذا وجد الشيء وجد الحكم، واذا لم يوجد لم يوجد الايه؟ الحكم. وده راجع الى معنى يسمى بالدوران، ان الحكم يدور معه وجودا وايه؟ وعدم. فهنا ومن عدمه العدم لذاته يعني لا لشيء آخر، لأن قد يحصل العدم لعارض مثلا فهنا ضرب مثال زوال الشمس لوجود الظهر، ولكن قد يعترض عليه بأن مثلا الشخص حال زوال الشمس مجنون أو في حالة جنون، فهنا لا يجب عليه الظهر، ولكن لا لذات هذا الأمر وإنما لعارض وهو الجنون. فاحترز بقوله لذاته عن ايه؟ عن العوارض، عن ما يمنع الوجود العوارض. فقال الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فعلامه عذرا السبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم ولذاته. فهنا الاحناف اختلفوا مع فصلوا قليلا في هذه القضية، ففرقوا بين السبب والإيه؟ والعلة. فقالوا السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه، والعلة ما أفضى إلى الشيء مع تأثير فيه. طبعا مع اتفاقهم أن المؤثر في النهاية هو الله سبحانه وتعالى، ولكن بمعنى إضافة الحكم إيه؟ إلى السبب مباشرة. يعني فرقوا ما بين مثلا سفرك إلى الإسكندرية، سفرك إلى الإيه؟ إلى الإسكندرية. فإذا سافرت إلى الإسكندرية ثم بلغت الإسكندرية، فهل بلغت بالطريق أم بالسير في الطريق؟ بالسير في الطريق. فنسمي السير في الطريق هو العلة، والطريق هو السبب. هذه طريقة الإيه؟ الأحناف. فلولا الطريق لما بلغت الإسكندرية، ولكن وجود الطريق نفسه لا يقتضي حصول الإيه؟ الوصول، وإنما حصول الوصول مترتب على السير أو مضاف إلى السير. ففرقوا بين السبب والإيه؟ والعلة بهذا المعنى. ومنها تنبني عليها مسائل فقهية كدلالة السارق، هل دال السارق هو سارق؟ يعني مثلا أنا جالس في مجلس في بيت صديقي مثلا، دخل لص يسألني أين الخزانة؟ أين الإيه؟ الخزانة. فقلت له أهي، فسرقها بإيه؟ بدلالتي. هل أنا سارق؟ لا، ولكني متسبب في الايه؟ في السرقة، متسبب في السرقة كممسك الشخص ليقتل. يعني لصوص مثلا بعضهم امسك بالشخص والاخر ايه؟ مارس القتل. فالممسك بالشخص هو ممارس للسبب او متسبب، اما القاتل فهو الفاعل حقيقة. فيضاف القتل الى الفاعل ويضاف السبب الى الممسك بالرجل. فدي تفرقة الاحناف ما بين السبب والايه؟ والعلة. اما على هذا التعريف فالسبب هو الايه؟ هو العلة، هو العلة، لانه يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه الايه؟ العدم. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
يعني هنا في حكم لا يتحقق الحكم دوت إلا بوجود الشرط دوت. فمثلا لا يتحقق وجوب الصوم مثلا أو وجوب الصلاة إلا بالخلو مثلا عن الحيض، أو لا تصح الصلاة إلا بالطهارة مثل أوضح علشان ما نختلطش بالمانع. فلا تصح الصلاة مثلا إلا بالإيه؟ بالطهارة. فإن لم توجد الطهارة ثم صليت لا توجد الصلاة. طب وإن وجدت الطهارة ولم أصلي؟ وإن تطهرت ولم أصلي لا توجد الصلاة. فمعنى كده فبيقول ما يلزم من عدمه العدم، يعني لو صليت من غير طهارة فإيه؟ فلا صلاة. ولا يلزم من وجوده، يعني لا يلزم من أني إذا تطهرت وجدت الصلاة ولا عدم لذاته. وضرب مثال، لكن عايزين نفهم برضو المصطلحات بتاعته. ايه وجوده الضمائر ده بتعود على ايه؟ وجوده وعد والوجود، وجود ماذا ووجود ماذا؟ عدم وجود الشرط. تمام. تشمل الثانيه الحكم اللي هو المشروط. فيبقى تعالى نفك بقى الضمائر. الشرط ما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ما يلزم من عدم الشرط عدم المشروط وهو الحكم. ولا يلزم من وجوده من وجود الشرط وجود المشروط وهو الحكم. تمام. ولا عدم الايه المشروط. حد فهم حاجه؟ المعنى باختصار ان في احكام متوقفه على حصول اشياء، فبيقول لي علشان اسمي دي صلاه لابد انك انت تكون ايه متطهر. فكان الشرع وضع شرط اسمه الطهاره بإزاء فعل مطلوب وهو اسمه الصلاة. فصحة الصلاة وهذه حكم وهذا حكم، تمام، موقوف على استيفاء الشرط اللي هو الطهارة. فلما لم تستوفي الشرط لا يوجد الفعل اللي هو الصلاة، اللي هو صحة الصلاة حقيقة، صحة الايه؟ صحة الصلاة. ونفس الكلام ما يلزم في السبب، برضو فك الضمائر، ما يلزم من وجود السبب وجود المسبب. فإذا زال الظهر، إذا زالت الشمس وهو السبب وجب الإيه؟ الظهر. فالمسبب هنا هو الإيه؟ الظهر. هتلاحظ دايما أن المسبب عبارة عن حكم شرعي، أو المشروط عبارة عن حكم شرعي، أو أن المانع عبارة عن حكم شرعي. أما الممنوع عذر، أو الممنوع هو عبارة عن حكم شرعي، أما الشرط والمانع فهي أمور موضوعة بإزاء الحكم الشرعي ده، يعني كأن الحكم الشرعي ده متوقف على حصول هذه الأشياء. واضح المعنى؟ فكأن الأحكام الشرعية ديت زي ما شرحنا في اللي بيحضر معانا، كائنات لا تولد إلا بإيه؟ إلا بشروط معينة. كائنات لا تولد إلا بشروط معينة، الكائنات ديت شرط ميلادها وجود ناس معينة، تتوجد أب وأم مثلا، وجود حمل، وجود مثل هذه الأمور. فديت هي اللي بنسميها السبب والشرط والإيه والمال. فالحكم لكي يولد لابد له من سبب، ماشي، ولكي يصح هذا الميلاد لابد له من إيه؟ من شرط. لو هنقيسها كده على الزواج مثلا عشان نشبه الميلاد دوت، فالسبب هنا الأب والأم، ماشي، والشرط وجود علاقة الزواج بينهم علشان نقول إن دوت إيه؟ ابن شرعي ليه. والمانع مثلا إن إن إنها ما تكونش المرأة ما تكونش مثلا عقيم، أو الرجل ما يكونش عقيم عن الإنجاب، فهنا عدم وجود الإيه؟ المانع. فديت الأحكام الشرعية كالإنسان كده، كالكائنات المادية، لا تولد إلا بتحقق هذه الإيه؟ هذه الأمور. فكل حكم شرعي لابد له من سبب يدلنا إيه؟ على وجود الحكم ده، لأن احنا مش هنعرف زي ما قلنا لكم المرة اللي فاتت، مش هنعرف إن الحكم ده مطلوب مننا أم لا إلا إذا قال لنا في كل حكم بيقول لنا افعل الآن، ودوت مش موجود، النصوص متناهية. فالشرع نصب لنا علامات أو وضع لنا علامات بيقول لي كل ما تراها اعرف إن أنا بمنعك من كذا أو بوجب عليك كذا، زي إشارة المرور بالظبط. كل ما تتنور احمر كان الداخليه بتقول لك ممنوع المرور،
ولما بتنور اخضر كانك بتقول لك عاد. فكذلك الشرع نصب لنا الاسباب ديت كان كل ما طرى السبب ده بيقول لك وجب عليك كذا، وكان لما او حرم عليك كذا، حرم عليك الاكل والشرب مثلا اذا طلع الفجر في نهار ايه؟ في نهار رمضان. فهنا فيبقى فيه دايما الحكم الشرعي هو المطلوب، وهذه امور موضوعه للحكم الشرعي، فتارة توضع لتوجد الحكم الشرعي فبنسميها سبب، وتارة توضع ليصح وجود الحكم الشرعي فبنسميها ايه؟ شرط. كتمام الحول مثلا لوجوب الزكاة، فمرور سنة هجرية قمرية على النصاب شرط لوجوب الزكاة، فما لم يمر الحول هو ايه؟ لا تجب الزكاة. هنا مثلا نفرق ما بين نقول ان النصاب سبب لوجوب الزكاة وحوالان الحول شرط لوجوب الزكاة. يعني ما لم يوجد النصاب يبقى انت غير مخاطب اصلا باحكام الزكاة، لان النصاب علامة الغنى، فما لم يكن عندك ما يبلغ النصاب اذا فانت لست بغني، فانت لست بمخاطب بايه؟ بالزكاة. اما الشرط فهو حوالان الحول. والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. يلزم من وجوده العدم يعني إذا وجد بيمنع وجود الحكم الشرعي كالحيض مثلا، فإذا وجد ثم صلت المرأة مع وجود الحيض أو صامت كأن الحكم ليس إيه؟ ليس له وجود، يعني معدوم، مفيش صلاة، فبنعتبر أن الصلاة ديت لاغية. فإذا وجد المانع هذا عدم الإيه؟ عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، مفيش حيض، هل وجد الصلاة؟ لا لما تصلي. هل عدمت الصلاة؟ أيضا لما تصلي. يعني في حالة عدمي هو عدم محض غير مؤثر، فبالتالي الأحكام الحكم لا يضاف إليه في حالة الإيه؟ في حالة العدم. فبالتالي المانع عندنا مؤثر في حال وجوده لا في حال ايه؟ عدمه. الشرط عندنا مؤثر في حال عدمه لا في حال وجوده. تمام؟ مؤثر بالعدم، اما حال وجوده فهو مؤثر بالايه؟ فهو غير مؤثر حقيقة الا كمصحح يعني. اما السبب فمؤثر في حال وجوده وفي حال عدمه. يعني ما وجدش السبب يبقى ما فيش حكم، وجد السبب يبقى فيه حكم. واضح المعنى؟ فدوت كده الحكم الايه؟ الوضعي. طبعا من تتمة الاحكام الشرعية لما يتكلموا على الصحة والبطلان والفساد عند من يفرق بينهما، الجمهور بيفرق بينهما لكن الاحناف مطردين التفرقة، والشافعية قصروا التفرقة على كتاب الحج والايه؟ والنكاح، ففرقوا بين النكاح الفاسد والنكاح الايه؟ الباطل. لكن فديت علشان نبقى تممنا كده معرفة الأحكام الشرعية، ففي الصحة وفي البطلان وفي الفساد. فهنا الصحة هي في الحقيقة راجع إلى الأحكام الشرعية أيضا. ليه؟ لأنها هي عبارة عن وقوع الفعل على وفق الأمر، أو وقوع الفعل مجزئا عن الأمر. تمام؟ فكأنك صليت استوفيت الشروط، تطهرت واستقبلت الصلاة، استقبلت القبلة واسترت العورة والكلام ده كله، وأتيت بالأركان وصليت، فالصلاة دي بنحكم إنها صحيحة. ما معنى صحيحة؟ إنها أبرأت الذمة، أثرها إنها أبرأت الذمة. يعني خلاص أنت ما عليكش حاجة، يعني سقطت المطالبة بهذه الصلاة. إبراء الذمة هنا بمعنى لا يحصل إلا بإنك أنت تؤدي ما عليك. يعني لو هناخدها في باب الديون، لو انا مستلف من راجل دوت جنيه مثلا، تمام، ورجعت له نص جنيه، هل هنا برأت ذمتي؟ لا، لان انا لم اوفي ما في ايه؟ ما في الذمه. لكن لو انا اديته الجنيه دوت فكده انا ابرأت الذمه. فيبقى شرط البراءه هي الوفاء بالمطلوب، والمطلوب لا يقع موفيا او لا يوجد اصلا الا اذا استوفى الشروط. فانا لو اديت صلاه من غير ركوع او اديت صلاه من غير طهاره ف
فساعتها يبقى انا عملت ايه؟ ما اديتش الصلاه المطلوبه وانما اديت شيء اخر، فلم يحصل الوفاء بما في الزنا. علشان كده بعض الفقهاء برضو دي طريقه الاحناف بنعتبر ان الصحه والبطلان والفساد هي من تتمه الاحكام الشرعيه التكليفيه، لانها في الحقيقه هي اثر لوجود الحكم وليست حكما في ذاته. واضح المعنى؟ يعني كان الفعل اذا وقع على وفق الشروط يوصف بالوجود، ومعنى وصفه بالوجود هو معنى ايه؟ معنى الصحه. اما اذا لم يستوفي الشروط فقد وقع ايه؟ معدوما، او لم يقع اصلا فيبقى لا وجود له. لكن ما في يعني دي كلها خلافات لفظيه مش مؤثره في الكلام. فالبطلان هو عكس الصحه، هو ان الشرع يعتبر هذا الفعل كالعدم، فلا عبره بالافعال الحسيه، عمال تركع وتثبت بس ما توجدتش الشروط والاركان، يبقى ساعتها لم توجد الصلاه. هنا عايزين ننبه الى معنى مهم جدا في طريقه فهم الشرع، ان الشرع هو في الحقيقه معنى الشرعيات في الحقيقه هي كلها امور اعتباريه. يعني ايه امور اعتباريه؟ يعني لا وجود لها في الخارج. يعني يعني الصلاه في الحقيقه مش كائن مادي. يعني ايه مش كائن مادي؟ يعني اي فعل كهذا مثلا ده فعل حسي، واضح؟ ده فعل حسي خلاص، اذا حصل ما اقدرش انفيه، ما اقدرش اقول لك الالم ما وقعش، هو بيحصل بمجرد ايه؟ حصول، بمجرد حركه الانسان بيقع هذا الايه؟ هذا الفعل. الصلاه في الحقيقه هي مجموعه افعال حسيه، ولكن الافعال الحسيه مش هي الصلاه، وانما هي امر زائد عن الصلاه. تمام؟ هو اعتبار الشرع لهذه الافعال الحسيه اللي هي اسمها ركوع وسجود وقيام وقراءه قران وذكر وتسبيح وغيرها، اعتباره ان دي اسمها صلاه. فانت لو فعلت هذه الامور كلها من غير نية الصلاة مثلا ومن غير شرط الصلاة فهي ليست بإيه؟ بصلاة. بخلاف مثلا لو أنت رميت الألم فهو سقط شئت أم أبيت. فمعنى كده بنقول إن الأحكام الشرعية في الحقيقة كلها هي أمور اعتبارية. يعني إيه أمور اعتبارية؟ يعني هي مش أمور مادية ممسوكة، مش أمور مادية ممسوكة يمكن إيه؟ يمكن القبض عليها أو يمكن الشعور بها. فبالتالي الشرع له قوة الاعتبار والإلغاء. يعني إن هو يقول لي ده نكاح أو ده مش نكاح، يقول لي ده صلاة أو دي مش صلاة، يقول لي ده ابنك أو مش ابنك، ولا علاقة لها بإن هو تولد من مائك أو لم يتولد من إيه؟ من مائك، لأن هو مش رابطها بالإيه؟ بالأمر الحسي، وإنما رابطها بوجود علاقة شرعية اسمها النكاح. فيجي يقول فلو أنجب الطفل من سفاح ما هوش ابنك، حتى لو طلعته بالدي إن إيه، وحتى لو أمة لا إله إلا الله كلها شهدت إن الست دي خلفته منه، مالناش دعوة، تمام؟ ليه؟ لأن الشرع أصلاً مفهوم النسب هنا مفهوم اعتباري عند الشرع، وملهوش علاقة بالمفهوم الإيه؟ المادي أو الحسي. ده أصلاً هو الشرع، وده سبب خلط ناس كتيرة جداً ما بين الأمور بعضها ببعض، تمام؟ إنهم بيخلطوا ما بين عالم الحسيات بتاعنا اللي هو لا يرتفع، وما بين عالم الشرعيات اللي هو كله عبارة عن أمور اعتبارية. وإذا فهمت هذا هتفهم كتير جدا من الخلافات في الفقه، لانها راجعه الى هذا المعنى. كمثلا كاشتراط الاحناف للنيه في الطهاره في الوضوء، وعدم اشتراط الاحناف للنيه في الوضوء والاغتسال، واشتراط الجمهور للنيه. ليه؟ لان ده راجع عندهم هل هو من الافعال الحسيه ام هو من الافعال الايه؟ الشرعيه. تمام؟ لانهم اتفقوا كلهم على انما الاعمال بالنيات المقصود بها الاعمال الايه؟ الشرعيه. ليه؟ لأن الأعمال المادية والحسية لا تتوقف على وجود النية، فلو الألم وقع مني وأنا لم أنوي إسقاط الألم وقع خلاص اسمه وقع، لكن وقوع الفعل الشرعي نفسه متوقف على الإيه؟ على النية وعلى استيفاء الشروط، على استيفاء الشروط كمثلا كالطهارة واستقبال القبلة في الصلاة. فبالتالي لما نيجي نحكم على حكم بالصحة أو بالفساد فهو في الحقيقة هو إلغاء للوجود المادي. الغاء للوجود الايه؟ المادي. يعني ايه الوجود المادي؟ يعني انا صليت اتحركت وركعت وسجدت واتيت بالافعال الماديه اللي اسمها صلاه، والشرع يقول لي الصلاه دي باطله. ماشي؟ معنى كده ان هو بيقول لي انها كالعدم في حكمي وفي اعتباري. في حكمي وفي ايه؟ في اعتباري. علشان كده لا يوصف المعدوم بالبطلان. يعني
مثلا لو انا ما صليتش صلاتي دي صحيحه ولا باطله؟ الحكم على شيء فرع من وجوده اصلا، تمام، او فرع من تصورك. فهنا فدوت هنا اتعدم، ما فيش فعل اصلا علشان احكم عليه بالبطلان. فالبطلان لابد من وجود حسي ثم يعني يتم الغاء هذا الوجود من قبل الشرع، بيحكم عليه كالايه؟ كالعدم. ده معنى البطلان. طبعا التفرقه بينه وبين الفساد، يعني اللي بيدرس الفقه بقى هو اللي يهتم بهذه التفرقه علشان هتدخلنا في فروع فقهيه كتير. يعني حد عنده سؤال في اللي احنا شرحناه؟ ممكن تفتحوا الهواء وتشغلوا التكييف، الجو هيبدا يكتم يعني، يا اما حد يطلب التكييف منه يا اما نفتح الابواب. يعني العدد كبير والنفس هيبقى ضعيف يعني. فتختاروا ايه، تكييف ولا؟ طب ممكن حد يتطوع يجيب لهم مثلا المرة اللي فاتت على الشرعي خلاص كده، وكملنا الكلام عليه النهارده باستيفاء الأحكام الشرعية. فعندنا هنا حكم عادي وحكم ايه؟ عقلي. دي بقت تتمية الأحكام. قلنا دايما نفتكر الحكم هو نسبة شيء إلى ايه؟ نسبة شيء إلى شيء، تمام؟ النسبة دي قد تكون نسبة إثبات وقد تكون نسبة نفي. يعني ايه اثبات او نفي؟ لما اجي اقول الماء بارد او الماء غير ساخن او الماء ساخن او الماء غير بارد، فهنا انا عندي معنى الماء، ماشي، وعندي معنى الايه؟ البروده والسخونه. ف ديت اجزاء القضيه، يعني ايه اجزاء القضيه؟ يعني هنا انا بحكم بشيء على ايه؟ على شيء. يبقى لابد ان انا اكون متصور ما معنى الماء وما معنى السخونه والايه؟ والبروده. عشان كده دايما بيبداوا المنطق انه يبحث تصورات. ليه؟ لان التصورات هي اللي بتعينك على تصور المواهي ديت علشان تقدر تحكم عليها، لانها تصور. الحكم على الشيء فرع من ايه؟ من تصور. احنا ما بنتكلمش دلوقتي في المنطق، فبالتالي مش هنتكلم في التعريفات. فالاصل انك انت ما تتكلمش في حاجه وتحكم عليها وتتناقش فيها بالاثبات او بالنفي من غير تمام الايه؟ تمام التصور. عشان كده كل كتب الفقه تلاقي اول ما تبدا الباب تبدا بايه؟ بالتعريفات، علشان نبقى فاهمين احنا بنتكلم عليها. ودي
يعني 90% من مشكلتنا في الجدل انا بتكلم على حاجه وانت بتتكلم على حاجه وعمالين نتخانق. فديت مش قضيتنا دلوقتي، ولكن هنا انا بنسب السخونه الى الايه؟ بنسب السخونه الى الماء او بنفيها ايه؟ عنه. ففي حاله النفي ديت دي بنسميها نسبه ايه؟ نسبه سلبيه. يعني نسبة سلبية يعني أنا بسلب البرودة أو بسلب السخونة عن الماء بأداة السلب اللي هي إيه؟ غير أو ليس أو أي أداة سلب من السلوك، أو بثبتها عن طريق إن الجملة موجبة. يعني إيه الجملة موجبة؟ يعني ما فيهاش أداة نفي. ده من حيث الشكل. من حيث المعنى في الحقيقة أحياناً اقدر اقول ان البروده هي عدم الايه؟ السخونه، او السخونه هي عدم البروده. فمن حيث المعنى قد يوجد المعنى، معنى النفي في الاثبات، وقد يوجد معنى الاثبات في الايه؟ في النفي. بس دوت ما بيتحققش دايما، وانما بيتحقق عن طريق ايه؟ عن طريق لما التقابل الحاجتين دولت متقابلتين تقابل وجود وعدم. يعني ايه تقابل وجود وعدم؟ يعني هنا البرودة والسخونة درجات، فنفي السخونة لا يقتضي نفي الايه؟ البرودة. فبالتالي هي مش نقيضة، فإذا ارتفعت ما بترتفعش، لأن في وسائط في النص، زي نسمي الماء فاتر أو الماء دافئ أو غيرها من الايه؟ من الدرجات. لكن مثلا الحياة والموت، الكثرة والوحدة. الوحدة هي ايه؟ تكثر. الوحدة هي عدم التكثر، هي الانفراد. الكثرة هي التكثر حتى ولو بايه؟ باثنين. هنا اذا اثبتت دوت في الحياة انا بنفي ايه؟ ده. واذا اثبتت ده في الحياة انا بنفي ايه؟ بنفي ده. علشان كده احيانا في بعض المعاني لما بيلاحظوا ان وجودها يقتضي عدم مقابلها بنقول ان هي تعريفها تعريف سلبي، زي ما نيجي نعرف صفة الوحدانية ونقول انها صفة سلبية. يعني صفة سلبية مفهومها لا مفهومها يدل على سلب. سلب ايه؟ سلب النقيض من المعنى. لكن ده لا يتأتى الا في الايه؟ في الامور اللي هي لا تتحقق ماهيتها الا بارتفاع نقيضها. لا تتحقق ماهيتها الا بارتفاع نقيضها. اما طب ايه هو النقيض؟ علشان برضه مش قادر معانا قبل كده يبقى فاهمنا ايه هو النقيض. هو وجود الشيء وعدم هذا الشيء، تمام؟ هما دول علاقة التناقض، إن الشيء نفسه وجوده نقيض إيه؟ عدم. وجود الشيء وعدم نفس هذا الشيء، بخلاف علاقة التضاد. علاقة التضاد اللي هي بنسميها التباعد، اللي هو إيه؟ أمرين بينهما غاية التباعد، لكن هو مش سلب الشيء، ده زي البياض والإيه؟ والسواد. السواد مش هو عدم البياض، ليس السواد بعدم الايه؟ البياض، وليس البياض بعدم السواد. تمام؟ هو مغاير لي، المغايرة لا تعني العدمية. واضح؟ وإن كانت العدمية حاصلة لمعنى آخر، إيه المعنى الآخر دوت؟ تمام؟ إن البياض مغاير للسواد. إن الشيء ليس هو عين الشيء، ليس هو شيء آخر، إن أحمد مش زيد. تمام؟ إن أحمد ليس بإيه؟ بزيد. لكن النفي هنا ما جاش من تسليطي لنفي البياض. نفي البياض في السواد ما جاش من إن أنا نفيت البياض، وإنما جه لأن السواد مغاير فقط للإيه؟ للبياض. يبقى هنا بنفرق ما بين مصطلحين مهمين جدا بنستخدمهم ونخلط ما بينهم. مصطلح التناقض ومصطلح التضاد. التناقض هو عبارة عن
الوجود والعدم، أو النفي والإثبات. أما التضاد فهو التباعد. التضاد هو ليه؟ التباعد. فلما نقول حاجتين الحاجة دي ضد الحاجة ديت، يعني في غاية البعد بينها، زي ما نقول السائل ضد الجماد أو ضد الصلب، هنا في غاية البعد فيها. لكن التناقض إن هذا الشيء نقيض هذا الشيء، يعني هذا الشيء هو مسلوب هذا الشيء. فهنا طب ما الصلب ما هوش سائل، بس أنا لما بحكم عليه بإن هو صلب ما بقصدش بيه رفع السيولة، وإنما بقصد بيه حكم آخر. غاية ما في الأمر إن الحكم الآخر دوت بعيد، وإن الحكم الآخر مغاير للحكم الأول، والمغايرة تقتضي انعدام الحكم الأول. بس هنا أنا مقصودي إيه في الحكم؟ مقصودي فقط إن أنا بجيب الصفة البعيدة، مش بجيب الصفة الإيه؟ مش بسلط النفي على الوجود نفسه. يبقى معنى كده إذا أنا سلطت على الشيء نفسه الوجود والإثبات، فأنا يبقى أنا بتكلم في قضية الإيه؟ التناقض. لو أنا سلطت الحكم بالتباعد فقط، بحكم بصفة بعيدة، يبقى أنا لا أقصد إثبات التناقض، وإنما أقصد إثبات التضاد. فهنا السخونة والبرودة علاقة إيه؟ تضاد. علشان كده بنعتبر ديت جملة موجبة، وديت جملة إيه؟ موجبة. تمام؟ وديت جملة سالبة اللي هي غير ساخن، وديت جملة سالبة. بخلاف لما نيجي نقول مثلا الإنسان حي، فهي جملة موجبة من حيث الصيغة، سالبة من حيث الإيه؟ المعنى. ليه؟ لأن الحي أصلا هو علاقة تناقض ما بينه وبين الإيه؟ الموت. فهو إثباته يقتضي إن أنا بسلط النفي على ضده، وهو الحياة، وهو الموت. ده كل ده تمهيد علشان نخش في قضية بننتزعها يعني امتى بنقول على الشيء دوت ان هو حي، وامتى بنقول عليه ان هو ميت، وامتى بنقول عليه ان هو موجود او معدوم او حاجه كده. في بنفرق مبدئيا بس برضه ما بين الحكم وما بين الادراك. فمثلا انا هنا مدرك لوجود الايه؟ الصفورة ديت، فدوت بحكم عليها بالوجود، ده إدراك. ده إيه؟ إدراك للوجود، أو إن أنا بحكم إن مفيش فيل في المجلس هنا. تمام؟ فدوت برضو حكم بالإيه؟ بالعدم، مش مبني على حاجة، وإنما مبني على الحس مباشرة. فالحس بيثبت لي حاجات وبينفي لي حاجات، مفيش إشكال في ذلك. لكن كلامنا هنا على قضية أكثر تركيباً من مجرد الحس، وهي قضية الحكم. يعني إيه الحكم؟
يعني لازم اتصور شيء واتصور النسبه ما بينه، تمام، والعقل ينتقل في الحكم ما بين الشيئين دولت بالوجود او الايه او او النفي، ولكن بلا توسط الحس، لانه لو بتوسط الحس هيبقى ايه؟ ادراك، هيبقى ادراك. فمثلا بحكم على غليان الميه عند 100 درجه ايه مئويه، فدوت يبقى انا عندي هنا الغليان وعندي 100 درجه المئويه دي، فبحكم بحصول الفعل دوت اللي هو الغليان، تمام، عن طريق ان هنا دوت الحكم اللي هو الاثبات. فانا بحكم بحصول الغليان للميه عند حصول الميه، مش في حاله، ما بتكلمش دلوقتي وهي بغليها، وانما انا بقرر قاعده كليه بقول الماء يغلي عند ايه؟ 100 درجه. الماء يغلي عند ايه؟ 100 درجه. لو انا حاططها دلوقتي، يعني حاطط الميه على النار وحاطط الترمومتر قدامي وشايفها بتغلي عند ميه، يبقى انا هنا بتكلم في ايه؟ في ادراك. ده مش كلامي دلوقتي، لكن انا لما بتكلم على قضيه كليه، هل بتكلم على حاجه مشاهده؟ انا بتكلم، لا، بقول ان جنس الماء كله بيغلي عند ايه؟ عند 100. ماشي؟ الانسان يموت عند قطع رقبته مثلا، تمام. ماشي، انا هنا بقرر برضه قاعده ايه؟ قاعده كليه. فهنا القاعده ديت وهي نسبه الغليان عند 100 ديت، انا انتزعتها منين؟ اضطراد الجزئيات. اضطراد الايه؟ الجزئيات. يبقى يعني ايه اضطراد الجزئيات؟ يعني ان انا شفت مياه كثيرة كلها بتغلي عند ايه؟ عند 100، فبحكم من جنس المية يغلي عند ايه؟ عند 100، اللي هي بيسموها الاستقراء، تمام؟ تتبع الجزئيات للوصول لحكم كلي على الجنس ده كله، واضح؟ فجنس المية بحكم عليه ان هو بيغلي عند 100. هنا هنبدا ننتبه لمجموعه حاجات. اول حاجه، دلاله الجزئيات. تاني حاجه، علاقه طرفين او طرفي الحكم ببعضهما. يعني ايه الكلام ده؟ اول مساله، انا ما اقدرش اقول ان الميه بتغلي عند 100 لو مجرد ان انا جبت كوب ماء واحد مثلا وغليته ولقيته غلى عند 100، يبقى اقول يبقى الميه بتغلي عند 100. لابد ان انا اكررها عده ايه؟ مرات، طبعا بنفسي او بغيري، يعني لو حاجه زي كده مش لازم يعني ان انا اتوتر خلاص. ف بخلاف مثلا ما ينفعش اصحى الصبح مثلا الاقي واحد حرامي بيسرق الشقه، تمام، ولابس قميص ابيض، فاقول يبقى كل من ارتدى القميص الابيض هو حرام، تمام. ليه؟ لان دوت ما لهاش اي معنى، تمام. انت لقيت جزئيه واحده وعممتها على ايه؟ على كل من ارتدى القميص الابيض. بخلاف مثلا لما الاقي عصابه ظهرت في المنطقه اصحاب القميص الابيض، تمام، كل شويه واحد يسرقوه ويبقى هو لابس، يعني السارق يبقى لابس قميص ابيض، فانا ساعتها اقدر اقول ان في عصابه بتسرق اسمهم اصحاب القميص الايه؟ الابيض. تمام، بس هل اقدر احكم على جميع افراد الوجود اللي لبسوا القميص الابيض بانهم لصوص؟ تمام. تمام، لا لا. ليه؟ لان شرط الجزئيه انها تضطرد في جميع اجزاء الكليات علشان تبقى الحكم منسوب للكليات. الكليه اللي هي كل من ارتدى القميص الايه؟ الابيض. لكن احيانا اذا ما لقيتش اي فارق وكثر الاستقراء دوت، اقدر احكم على الجنس. يعني ايه؟ في تجربه الميه ديت اقدر اقول ان جنس الميه بيغلي كله عند ايه؟ عند 100 في الظروف الطبيعيه.
رغم ان انا ما غليتش كل ميه العالم، تمام، وانما هنا لان عندي قضيه اسمها المتماثلات لها نفس الاحكام. المتماثلات لها نفس الايه؟ الاحكام. فكل اجزاء الميه هي ايه؟ متماثلات. لكن المرتد اصحاب القميص الابيض هل هم متماثلين؟ متماثلين في صفه واحده، والتماثل في صفه لا يقتضي التماثل في جميع الايه؟ الصفات. لكن الميه متماثله في جميع الايه؟ الصفات. عشان كده بنقول بالشروط الطبيعيه، لان انا لو اضفت لها مواد زائده او حاجه ممكن يتغير هذا الحكم، لكن انا بتكلم عن الميه الطبيعيه. واضح المعنى؟ فيبقى هنا في مبدا راسخ في ذهني بيقول لي ان المتماثلات لها نفس الاحكام، وان هنا ان انا جبت بعض افراد هذه المتماثلات وطبقت عليه بعض الاحكام بعض التجارب فاثبتت لي حكم في الجزئيات، فبواسطه هذه القضيه الوسطى اللي هي ان المتماثلات لها نفس الاحكام بنتقل الى القضيه الكبرى، وهي ان كل هذا الجنس له نفس ايه؟ له نفس الحكم. واضح المعنى؟ يبقى كل الجنس له نفس الحكم. يبقى هنا فكرة الاستقراء عبارة ان انا بنظر في بعض اجزاء حاجة موجودة بلاحظ علاقة ما بينهم وهي الغليان عند 100، ثم بنتقل بواسطة مقدمة وسيطة وهي ان المتماثلات لها نفس الاحكام فاحكم على جنس هذه الايه؟ الامور بان لها نفس الايه؟ نفس الحكم. الغلط بياتي ان هذا ان احيانا يكون الجنس دوت شامل افراد مش متماثلين في الحقيقه، زي مثال القميص الابيض بتاعنا دوت. واضح المعنى؟ وده اللي بيوقع ناس كتير في الغلط. طبعا انا جايب مثال فج يعني او مثال مضحك يعني، لكن في الحقيقه احيانا بتبقى كل خاص يعني كل عنصر من عناصر المتماثلات ده احيانا بيبقى فيه قدر من التمايز يسير ما انتبهش ليه، فهنا يبطل لي الايه؟ يبطل لي القاعدة الوسطى اللي أنا انتقلت بواسطتها إلى تعميم الحكم. فدوت من مسارات الغلط إن أنا ما انتبهش إنها متماثلات أصلا، إنها غير متماثلات أصلا، وأظن إنها متماثلات لمجرد الشبه في إيه؟ في صفة. ودوت معنى مهم احتفظوا بيه كده بشكل مجرد. لأنه مبني على إن الشيء هو عين الشيء، مبني على قانون الهوية، وقانون الهوية قانون حكم واحد. طيب هنا في قضية تانية وهي قضية طب قبل ما ننتقل للقضية التانية، فيبقى دلالة الجزئيات بتدل على الكل بواسطة قاعدة أن المتماثلات لها نفس الإيه؟ الأحكام. بتظل هذه الدلالة دلالة مشكوك فيها، وجه الشك فيها ناشئ من توثقي بالتماسك، بحصول الإيه؟ التماسك. ان ممكن بعض عناصر الميه يبقى فيها حاجه متغيره فاثرت على القاعده الايه؟ الكليه. عشان كده قالوا ان دايما الاستقراء الناقص ظن. علشان يعني ايه ظني؟ بتبقى احتماليه خروج احد افراد الجنس الكبير دوت عن الحكم الكلي اللي انا انتزعته دوت لانتفاء قضية التماثل. يعني ايه؟ يعني من شروط البحث العلمي انك انت بتقعد تجري التجربة في اوساط مختلفة جدا، تعزل الجاذبية، تزود الملوحة، تقلل معرفش الايه، تمام؟ تقلل الاضواء، تزود الاضواء، تغير كل على عوامل او تعزل العوامل دي قدر الامكان علشان توصل الى الايه؟ الى حكم كلي. ليه؟ لان ممكن يكون احد هذه العوامل لما بيزيد شوية او بيقل شوية بيخلي ان الميه اللي انت بتعمل عليها التجربه دي مش زي الميه اللي انت اثبت لها الحكم الكلي. ففي الحقيقه هو مش بيبطل الجزئيه اللي انت شفتها، هو بيبطل
انها متماثله، فكانه بيقول لي ان الميه دي اللي حصل فيها اندفعت فيها التجربه دي مش متماثله في الحقيقه. فالعدم احاطي بان كل الاشياء اللي موجوده في الوجود متماثله تماما ما بجزمش دايما في دلاله الاستقراء الايه الناقص. يعني ايه الناقص؟ ان انا ما استوعبتش جميع افراد المياه الموجوده في الوجود، فعشان كده بقول استقراء دايما بيبقى ناقص. ليه؟ لان يبقى دايما احتمال عدم التماثل. ليه؟ لان في اصلا مبدا الغيريه. ايه مبدا الغيريه؟ مبدا الغيريه ان الشيء ليس هو عين الشيء. يعني انا غيره، تمام، الميه دي غير الميه اللي في مع حد من حضراتكم او الميه اللي في الحنفيه جوه. غيرها يعني ايه؟ يعني من حيث الجسميه، من حيث التشخص، لكن هي زيها من حيث ايه؟ من حيث الصفات، تمام. فدايما مبدا الغيريه دوت ممكن بيطلع لي احتمال ولو واحد في المليار ان هو يبقى متميز عنها بشيء اخر لانها منفصله عنها. لكن هنا بنبدا نقول ان الاستقراء دوت مصدر، فكل ما بتستقرأ أكتر عناصر أكتر كل ما بيزيد عندك التوثق أكتر. فبالتالي بنقدر نقول مثلا إن تجربة الدواء ممكن نحطها نسبة النجاح فيها مثلا 20%، في حين إن مثلا قطع بقاء موت الإنسان عند قطع رقبتي نقدر نقول إنها 99.9%. واضح؟ الفرق ده جه منين؟ من كثرة الاستقراء. هنا ما شفناش حد اتقطعت رقبته منذ فجر التاريخ، تمام، وبقي حي. وقلة الاستقراء هنا ان احنا نسبة النجاح احيانا بتتخلف واحيانا ما بتأتيش والكلام ده كله. وقيس على ذلك بقى هتلاقي في حاجات تقدر تقول انها 50%، حاجات تقدر تقول انها 60%، حاجات تقدر تقول انها 80%، وحاجات تقدر تقول انها ايه 99%. طب الواحد من 10% دوت سايبينه ليه؟ لبقاء الاحتمال. وهو دوت باب التجربة العلمية. يعني ايه باب التجربة العلمية؟ يعني لو عايز تعمل عملية نقل رقبة ما عندناش مشاكل. يحق ليك انك انت تفكر في ذلك، لان احنا ما بنجزمش بالايه؟ يعني انا اكثر مستحيل اوصل بالظبط. ما لم تستقر تقطع رقاب كل الناس، وانت هتموت وانت كمان هتموت من الناس. إنه ممكن هيبقى بعد ما قطعت غير كل الناس يقطع إنك أنت ممكن لو أنت رقبتك ما تقطعش ما تموتش. أنت جرب على نفسك. بالظبط، إن الأحكام العادية دايماً بتنتفي عنها الحتمية. يعني إيه الحتمية؟ حتمية الاقتران. فده يظن فيه الصفصطة، يظن فيه إن مفيش حاجة ثابتة. إحنا ما نقولش كده. يعني ما ينفعش أجي أقطع رقبة واحد أقول أصلاً احتمال ما يموتش. لأن الاحتمالات أصلاً أنواع. ففي احتمالات راجحه وفي احتمالات مرجوحه، فلا يجوز لي الاقدام على الاحتمال الراجح بدعوى عدم حصول النسبه. يعني ايه؟ يعني مثلا ارمي نفسي في النار واقول اصل الاحتمال ما اتحرقش. هو ده احتمال، بس الاحتمال ده ما فيش دليل بيدل عليه. فاحنا هنا سايبين الواحد في المية مش لعد، مش لان احنا بنقول ان احنا هناخذ بهذا الاحتمال، وانما لان احنا بنقول ان هو احتمال الوجود. احتمال الوجود لا يقتضي الوجود. احتمال الوجود لا يقتضي الايه؟ الوجود. وانما الوجود لابد ان هو يدل على حاجه ثانيه. فاهمين المعنى؟ علشان كده بنستحمق اللي بيجي يعدي جنب حيطه مايله ويروح عامل راسه كده. ليه؟ يقول اصلح انظر حيطه سليمه زي دي ويروح عامل راسه كده. ليه؟ لانه يقول احتمال تقع عليا. هو احتمال. ما فيش حد بينكر ان ما فيش حيطه مش ممكن تقع. الاحتمال ده ما فيش اي دليل بيدل عليه، يبقى انت اقدامك على هذا الامر هو اللي هيوديك في داهيه. لان ممكن احتمال الاكل يبقى مسموم، احتمال يبقى انك انت ما بتاكلش اكل حقيقي، احتمال انك انت تبقى تشرب الميه تموت. لا دي مستحيل. فهنا فهتفتح باب الاحتمالات العقليه يبقى انت بتتجنب. لكن هنا ده احتمال عادي، يعني احتمال عادي يعني لا نقطع فقط بالعلاقه الايه؟ السبب والمسبب في الأحكام العادية. ممكن أوصل ل50%؟ 50؟ 0؟ حتى 0؟ مفيش أي علاقة ما بينهم.
زراعة الجرجير بالضوء الشمس. بلاش الجرجير عشان ممكن يعني الله يعني. تسريح شعرك بالضوء الجرجير. علاقة الطرفين ببعض دي نقطة مهمة ركزوا فيها. الكلام كله هيوضح في الآخر إن شاء الله أو في المرة الجاية. هنا احنا انتزعنا حكم غليان المية دوت منين؟ انتزعناه من مشاهدة متكررة تمام؟ حكمنا منها بإيه؟ بالحكم الكلي. طب إحنا شفنا إيه في الحقيقة؟ إحنا شفنا واحد غليان الماء، اثنين ارتفاع مؤشر الحرارة لمية عند غليان الماء. ده اللي انت شفته. ان اما ان الحرارة نفسها تبقى هي المسببة للغليان فانت ما شفتهاش. علاقة السببية علاقة عقلية بتنتزع، يعني لا وجود لها في الخارج، يعني انت اللي بتلاحظها واضح، يعني انت ما شفتش ان ده هو السبب. ممكن يكون السبب ان واحد بينفخ في النار مثلا وهي بتسخن، تمام؟ مش النار اللي بينفخ في المايه، فسبب نفخه في المايه هو اللي ايه بيسخنها على سبيل الجدل يعني. غايه ما في الامر انت لاحظت الايه العلاقه ديت بتضطرد، علاقه الاقتران ديت بتضطرد، يعني كل ما تغلي ميه كل ما تسخن ميه تلاقيها تبدا في الغليان عند ايه عند 100، فبتبدا تحكم بان في حاله اقتران ما بين الفعل ده والفعل ده. هي دي فكره البحث العلمي اصلا والتجربه العلميه، انك انت بتقعد تجرب مثلا علاج او بتجرب حاجه وبتبدا تلاحظ حصول النتيجه دي عند حصول الجين ده وعند حصول الفيروس دوت او الكلام ده كله، بتبدا يثبت ليك تكرر الايه الفعل ده. فبالتالي عشان كده في اول تجربه ده ما بتقدرش تحكم الحكم الكلي، لازم تقعد تكرر التجربه، فيبدا يظهر لك عمليه الايه الاقتران دي. فالاقتران تنتزع منها حكم بان الاقتران ده غالبا هو السبب في الايه في الفعل. السبب ده هنيجي كمان شويه هنشوف ان ده حاجه اسمها حكم عقلي، تمام؟ فانت هنا بتدور على حاجه لانك انت مجبر على هذا المعنى. ايه مجبر على المعنى ده؟ اللي هو انك انت عندك تغير حصل في الماء، لم يكن يغلي ثم ايه ثم غلى، وفي بديهية في دماغك ان هو اي تغير هو ايه حدوث، واي حدوث لابد له من ايه من محدث. هنفهم ليه كام شويه لما نتكلم في حكم العقل. لان هذه البديهية موجودة في ذهنك بتحاول تدور على السبب دوت، تمام؟ بتحاول تدور على السبب اللي اوجد الحدث دوت. فهنا دلاله الاقتران بتقوي لك، بترجح لك جانب ان دوت هو سبب الغليان، لكن هل هو السبب فعلا؟ في الحقيقه انت ما بتجزمش، غايه ما في الامر ان هو ما عنديش اي بديل تاني ياكد لي هذا ينفي لي هذا المعنى، والاقتران ده دل على ده. فعلشان كده بنقول بنسمي بقى العلاقه ديت بنسميها حكم ايه؟ حكم عادي. يعني ايه حكم عادي؟ يعني انتزعته بواسطة التجربة والتكرار. فانتزاعك ليه بواسطة الحكم التجربة والتكرار بنسميه حكم عادي. بخلاف لما نيجي كمان شوية نتكلم على الحكم العقلي هنشوف ان هو مش منتزع من التجربة والتكرار، وانما هو انتزع من ذات العقل نفسه. الحكم العادي هنا هو مبني على قانون السببية، مبني على قانون الايه السببية.
انك انت عندك بدهية اللي هو ما من سبب الا وله مسبب وبتتحرك بهذه البدهية فتحاول توجد اسباب للايه للاشياء. في المثال ده ما حدش فينا حيناله ان الحرارة وارتفاعها المية هي سبب الغليان، لكن في امثلة كتيرة بقى بيبقى احيانا الفرضية ايه جدلية يعني او الفرضية سطحية جدا، زي مثلا زي كتير من التحليلات السياسية اللي الناس بتعملها على الفيسبوك. تمام، ديت هنا هو عمل ايه، هو اوجد سبب منطقي لحاجة تمام تحتمل وتحتمل 50,000 احتمال اخر. واضح؟ فغاية ما في العمل هو ادالك احتمال يبدو منطقيا لهذه المسألة، فهنا ما بتقدرش تجزم بعلاقة السببية دي. زي بالظبط لما مثلا زي ما الستات مثلا يجوا الراجل مثلا ما يجيبلهاش هدية بقاله فترة فتقول ده دليل على عدم الايه؟ على عدم الحب لو انت بيني كنت تهتمين. تمام؟ فهنا حطت قانون سببية خاطئ. تمام؟ ليه قانون سببية خاطئ؟ لأنها ظنت إن هو عدم الهدية دليل على عدم الايه؟ الحب. يبقى ما جابلهاش هدية يبقى هو ما بي ايه؟ ما بيحبهاش. تمام؟ هنا العلاقة هي علاقة فرضية. تمام؟ يعني نحاول نفهم النفوس. فهنا ده مثال فرق جدا لفكرة ان احنا بنحط احيانا فرضيات لحاجات مش مضطردة ولا ثابتة ولا دالة على الفعل بذاته. فعشان كده برضو الحكم العادي هو كمان بيتنوع على هذا على نسبة اليقين ديت. ليه؟ ناشئ من نسبة الاقتران وناشئ من قضية تانية في غاية الأهمية وهي قلة العوامل. يعني من الجدليات الشهيرة في العلوم الإنسانية، هل العلوم الإنسانية كالعلوم التجريبية نقدر نحكم عليها القواعد صارمة وإن المجتمعات ليها سلوكها وإن الإنسان ليه سلوكه لما يحط في العناصر الفلانية؟ جدلية كتير طبعاً بتوع العلوم الإنسانية بيقولوا آه، لكن بتوع التجريبية دايماً بيقولوا إيه؟ لا اتكلوا على الله، أنتوا إيه؟ أنتوا بتوع فلسفة مش بتوع علوم. النزاع جاي منين؟ من كثرة العوامل. إن الإنسان العوامل المتحركة المتغيرة فيه كتيرة جدا بخلاف الجزيئات والذرات. أنت تقدر تعزل عنها العوامل بسهولة أو تتظن ذلك وتقدر تقلل الاحتمالات. لكن هنا تخيل أنت يعني تعالوا كده نفكر فيها، لو أنت بتعمل تجربة على شيء عندك كم العناصر إيه؟ عندك الضوء، عندك الجاذبية، عندك الحرارة، عندك الضغط، عندك العناصر. لو انت بتعمل كمان على حاجه مركبه يعني زي ميه. تمام؟ ما هيش ذره يعني، ما هيش حاجه ما هيش عنصر واحد يعني. العناصر المتفاعله. تمام؟ نسبه التفاعل في الميه، الاملاح والحاجات دي في الميه قد ايه؟ فدي كلها عناصر اي واحد باحث تجريبي بنسبة كبيرة جدا بينجح في عزل حاجات كتيرة جدا منها أو في معظمها. وكل ما بيكتشف إمكانية عزل عنصر جديد كل ما التجربة بتزداد دقة وبتزداد إيه؟ وبتزداد صلابة أو كده. لكن الإنسان عندك تربيتك، عندك انفعالاتك، عندك مشاعرك، عندك وكب الصبح، عندك شفت مين الصبح، عندك مئات العوامل اللي بتتدخل على السلوك الإيه؟ البشري. فعشان كده بيصعب جدا وضع الأحكام العادية على الإنسان بالطراد، لكن ده لا ينفي وجود بعض العادات وبعض الحاجات المشتركة بيننا كبشر. تمام؟ وعلى هذا الأساس بنبدأ نتعامل ومن ربي أصلا وبنتكلم، لأن مثلا لو الإنسان نسبي قوي كده ما حدش هيربي حد، ما خلاص يبقى أنا أي تربية هعملها من الطفل دوت ممكن يبقى ظروفه غير ظروفي. ولكن في أساسيات دايما إنك أنت إيه؟ بيغلب على الظن ان هو لو اهمل هيشرب مخدرات، ان هو لو اهمل هيبوظ. فبيغلب على الظن حاجات، فانت ايه؟ بتبني على غلبه الظن دي. فاللي عايزين نقوله ان ملاحظه التجربه وملاحظه التكرر ما هيش على درجه واحده من اليقين، انما بيصل درجه اليقين الى درجه كبيره جدا في الطبيعيات. عشان كده الكيمياء والفيزياء والحاجات دي كلها بيعتبروها ان ايه؟ قمه العلوم عندهم. ليه؟ احتمالية الجزم الشديدة فيها، ومع ذلك بنقول بتبقى في احتمالية التخلف.
التخلف نشأ عن عنصرين، عن احتمال وجود عنصر آخر مش منتبه ليه يتكرر فينفي لك قضية التماثل، تمام، أو إن قضية الاقتران ديت تتخلف لمانع، تمام، تتخلف لمانع لأنها مش حتمية، وده اللي هنشوفه في الأحكام العقلية. يعني إيه؟ يعني مفيش حاجة بتقتضي إن الغليان يحدث الإيه؟ عقلاً مفيش حاجة بتقتضي إن الغليان يحدث إن ارتفاع درجة الحرارة يحدث الغليان إلا طلبت الاقتران أنا جايبها أصلاً من جزئيات، فعقلاً ممكن المية تغلي وما إيه؟ توصل لمية وما تغليش مع عدم وجود أي تفاعل، عشان كده هنبدأ نشوف الأحكام العقلية. واضح كده معنى الحكم العادي؟ يبقى الحكم العادي تعريفه إيه؟ يتوقف على تكرر، على مشاهدة وتكرر أو عادة وتكرر. تعريفه يقول لك: وأما الحكم العادي فهو إثبات الربط زي الغليان هنا، إثبات الربط بين أمر اللي هو بربط الغليان وأم إثبات الربط بين أمر اللي هو درجة 100 تمام والغليان درجة 100 للمية والغليان. بين أمر وأمر وجودا أو عدما، فعند مثلا عن وجود المية بينتفي الإيه؟ الغليان، وعند عدم وجوده عند عدم وجوده بينتفي الغليان، وعند وجوده بإيه؟ بتوجد بواسطة التكرر مع صحة التخلف إمكان الإيه؟ إمكان التخلف وعدم تأثير أحدهما في الآخر البتة. يعني هنيجي نشوف كمان شوية إن مش المية هي اللي بتأثر في الغليان حقيقة، وإنما غلط في الأمر أنا انتزعت فقط علاقة الاقتران دي، هنفهمها كمان شوية. سؤالك. وأقسامه أربعة، أقسام بقى الحكم العادي قسمها لإيه؟ لأربعة. قال: ربط وجود بوجود، يعني حاجة موجودة فلما تتوجد بيتوجد حاجة تانية، كربط وجود الشبع بوجود الإيه؟ الأكل، فالأكل فعل وجودي والشبع فعل إيه؟ وجودي. وربط عدم بعدم، يعني بربط أمر عدم بأمر إيه؟ عدم، كربط عدم الشبع بعدم الإيه؟ بعدم الأكل. العدم هو النفي. العدم هنا نفي. سلام. وربط وجود بعدم، كربط وجود الجوع بعدم الايه؟ بعدم الاكل. نعم. ثلاثة. وربط وجود بعدم، كربط وجود الجوع بعدم الايه؟ الاكل. وربط عدم بوجود، كربط عدم الجوع بوجود الايه؟ لوجود الأكل. سهلة يعني. اسمع عقلية. فاكر الصبورة دي؟ ننتقل للحكم العقلي. هنا الحكم العقلي ده حاجة ذاتية، يعني حاجة ذاتية يعني مش متوقفة على أمور خارجية سوى أن يبقى عندك عقل بس. الحكم العقلي مبني على قضية الوجود والعدم أو الإثبات والنفي. الإثبات ولا إيه؟ النفي. إن بداهة إثبات الشيء
يقتضي ايه؟ عدم نفيه. تمام؟ وجود الشيء يقتضي ايه؟ عدم وجوده. واضح؟ ليه؟ لان لو اجتمعوا هيلزم ان الشيء موجود وغير ايه؟ موجود في نفس الوقت. دول بنسميهم اجتماع نقدين. فالحكم العقلي في الحقيقة لو انت بتشك في هذه القضية انا ما اقدرش اقنعك باي حاجة. يعني لو انت بتشك ان الشيء قد يكون موجود ومعدوم في نفس الوقت، نفس اللحظة، نفس الشيء، يبقى ما اقدرش اقنعك. تمام؟ لان ديت يعني اول البديهيات. لكن اقدر اقول لك ان في مغالطات. المغالطات مثلا لما حد يجي يقول ان المروحه بطفيها واشغلها، ما هو بيجتمع الوجود والايه؟ والعدم. ده مش اجتماع في لحظه واحده، انما كلامي انها بتلف وما بتلفش في نفس الوقت. انا موجود هنا وبره في نفس الوقت. النور والع ومطفي في نفس الوقت. فدوت هو اللي انا ايه؟ بنفيه. لو انت بتقتنع بيه مشكلتك. يعني انا ادعي ان اي انسان عاقل لا يستطيع حتى تصور الايه؟ الامرين دولت مع بعض. فاجتماعهم دوت هو اللي بنسميه اجتماع ايه؟ نقدي. في سؤال؟ فالحكم العقلي عبارة عن بناء على هذه المسلمة اللي في العقل بينتزع الأحكام. فأي اجتماع للناقدين بيسميه مستحيل. وأي ارتفاع ليهم، يعني إيه ارتفاع؟ برضو لا موجود ولا معدوم. ماضي إيه؟ تمام؟ الاثنين مش موجودين. فعشان كده بيقولوا الناقدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، لازم يا اما واحد فيهم يا اما الثاني. وجود واحد فيهم وانتفاء الاخر بنسميه واجب. واضح؟ ما لا يترتب عليه اجتماع نقيضين بنسميه ممكن. يبقى ايه الكلام؟ اي حاجه هيترتب عليها اجتماع نقيضين بنسميها مستحيل. اي حاجه هيترتب عليها وجود احد الناقدين دون الاخر بنسميها واجب. اي حاجه لا هيترتب عليها لا ارتفاعهم ولا وجودهم، يعني ملهاش مدخليه في هذه القضيه، بسميه ممكن او جائز. جائز عقلي. يعني ايه؟ وجود الإنسان. تمام؟ سين. الإنسان ده اسمه سين. لو أنا لاحظت لحظة وجوده، تمام؟ لو أنا لاحظت لحظة وجوده، تمام؟ فأنا هنا بحكم بإيه؟ بوجوده. هل أقدر أجزم بإن هو غير معدوم الآن وأنا بلاحظ إن هو موجود؟ لأن أنا خلاص أدركت وجوده. يبقى هنا عدمه في لحظة وجوده هو ايه؟ لا، عدمه في مستحيل. عدمه في لحظة وجوده هو ايه؟ مستحيل. وجوده في لحظة وجوده واجب. بقاء وجوده جائز، لأنه ما يترتبش عليه مستحيل ولا يترتب عليه ما يترتبش عليه اجتماع ناقدين. هو لو بقي في الزمن الثاني مفيش اي حاجه مستحيله هتترتب ايه قدامه، ممكن يتوجد وممكن ايه ما يتوجدش. فاحنا المثال يقرب الفكره. فمن فكره اجتماع الناقدين ديت انتزعوا مجموعه حاجات بيسموها المستحيلات العقليه، زي الغلا والعنقاء.
تمام، بس كلها ورقة مش مستحيلات عقلية، مستحيلات عادية. نعم؟ هو مش الضابط التخيل أو عدم التخيل، لأنك أنت نفيك معناه أنك أنت ما شفتهاش مش أكتر. عدم الوجود، ده اللي يدل على عدم الوجود، ممكن الناس التانية شافتها. مش فمش الضابط في الحكم العقلي التخيل وعدم التخيل، وإنما الضابط بيجتمع على وجوده اجتماع ناقدين أم لا؟ واضح؟ فمنها مثلا مسألة إن كل سبب لابد له من إيه؟ من مسبب. ده بيسموه حكم عقلي. جاي من الحكم العقلي دوت إن السبب كل أو كل خلوها نصورها بشكل أسهل، كل مسبب مسبب لابد له من إيه؟ من سبب. مسبب مش مسبب، تمام؟ يعني حاجة أنا شايفها مفتقرة إلى غيرها، تمام؟ فلابد لها من إيه؟ من سبب. هو دوت في الحقيقة بيرجع لقضية تانية اللي هي بيسموها كل حادث لابد له بس مهتم إن أنا أستخدم القاعدة الأولانية علشان نربطها بكلامنا على الحكم العادي. فهنا ليه ديت بنعتبرها حكم عقلي؟ لأن ما معنى الحادث؟ شرحناها المرة اللي فاتت. المسبوق بإيه؟ بعدم. المسبوق بعدم دوت يبقى معنى كده في لحظة السبق ديت هو إيه؟ هو معدوم، يعني هو ليس بشيء. هو ليس بإيه؟ ليس بشيء. ثم وجد، وهو دوت معنى الايه؟ الحدوث، اللي هو حصل الايه؟ الوجود. فلو قلنا ان وجوده كان متوقفا على نفسه هيبقى ايه؟ ماشي، الناس اللي مذاكره هتقول ده، يبقى كاني بفترض ان هو كان في حاله عدم اوجد نفسه، تمام؟ فكاني حكمت عليه في حاله العدم بالوجود، فلازم منه ان انا بحكم في اللحظه دي باجتماع الايه؟ اجتماع ناقدين. واضح؟ ليه؟ لان المعدوم ليس بشيء، فالمعدوم لا يوصف بتاثير ولا عدم تاثير، تمام؟ وبالتالي انا بقول في اثر ظهر وهو وجوده. الاثر دوت لو كان هو نفسه هيلزم منه ان هو اثر في نفسه في حال ايه؟ عدم. فاهمين المعنى؟ ومعنى ان هو اثر في نفسه ان انا بفترض وجود، وانا والدعوه ان انا مفترض عدم، ماشي؟ فبالتالي وصلت لفكره اجتماع برضو الايه؟ الناقدين، ان انا حكمت عليه في حال العدم بان هو موجود ومعدوم في نفس الوقت فتناقضت. ليه بنقول ان قضيه كل مسبب راجع على المبدا ده؟ لان كل مسبب، لان معنى المسبب ايه؟ ان شيء حصل بالفعل فعل، بس انا مسهل عليك القضيه وبقول لك ان في فعل. يعني في الاول هنا حادث، ممكن انازعك ان ممكن حادث بلا ايه؟ بلا فعل. فهنشوف انها مترتبه هيلزم منها الاستحاله والكلام ده. لكن هنا ده انا مسهل عليك، ده انا بقول لك انا مقتنع ان هو مفتقر الى ايه؟ الى فعل. فمعنى ان هو مسبب يعني ان هو وجوده متوقف على سبب. يبقى معنى كده ان هو قبل السبب هو ايه؟ عدم. فإن كان هو السبب، تمام، هيلزم منه نفس الايه؟ المستحيل. ولو كان لا سبب له هيلزم منه ان انا بفترض وجود شيء بلا موجب، فبفترض ان هو خرج من عالم العدم لعالم الوجود، تمام، من غير واسطة. وانا اصلا مسلم لك في الاول بايه؟ بغير. فعشان كده دايما بينتقلوا للكلام على دي، لان دي اصعب مش دي، فاهم الفكره؟ فما فيش حد هيجي يقول ان الميه هي بتغلي من زمان،
لا تمام، يعني هي الوحده لما بتثبت تغلي، هو معترف انها مفتقره الى ايه؟ الى سبب يسبقها اللي هو الغليان اللي هو الميه. فمعنى كده ان انها اذا لم يحدث السبب لم يحدث الايه المسبب، لان علشان ما يتوجدش الشيء من الايه من العدم. لكن ليه هي اخفى؟ ليه الاخفى؟ لان هو ممكن يقول انا لقيتها كده من زمان. فعشان كده لما الغزالي يجي يقول لك في اي في القضيه ديت لو انت بتنازع، بتنازع في ايه؟ هل في معنى الحدوث ولا في معنى الافتقار؟ تمام. فبنقسم الجدليه كده، فما معنى الحدوث؟ بنقول ان هو مسبوق بايه؟ بعدم. فيبقى انت محتاج فقط تدلل على ان هذا الشيء مسبوق بايه؟ بعدم. ده اللي بنبحث فيه دايما في عشان كده بيبدا دايما علم العقيده بايه؟ بان العالم حادث ويقيموا دليل على حدوثه. احنا هنا ما قمناش دليل على الحدوث. طب لو انا سلمت ان العالم حادث تمام، انه لم يكن ثم كان، يبقى انت وفرت عليا نص المشوار، يبقى اقدر انتقل معاك ان هو لابد له من ايه؟ من محدث. ليه؟ لانك انت بدون هذا المشوار، بدون هذا التسليم هيلزم منها فكره اجتماع الايه النقدي. واضحه كده؟ احنا هنا زي ما قلنا لكم احنا مش في درس عقيده، فمش هنثبت ان العالم حادث، لكن احنا بنبين لكم ازاي ان الحكايه العقليه منتزعه من فكره الايه؟ الوجود والعدم. فعشان كده طلعوا شويه المبادئ نختم بيها عشان بدات اتعب، اللي هي قانون الهويه وقانون وبطلان الدور وبطلان التسلسل والترجيح إلى مراجعة. خلوا التلاتة التانيين دول اللي هو بطلان الدور والتسلسل والترجيح إلى مراجعة المرة الجاية علشان ما تعبش معاكم، يعني مش بسبب إن أنا تعبت. نتكلم بس على آخر حاجة اللي هي قانون الهوية. ما معنى قانون الهوية؟ بنقول فيه إن الشيء هو الشيء، الشيء هو عين الإيه؟ الشيء. يعني زيد هو زيد، زيد هو إيه؟ هو زيد. الماء هو الماء، لأنه لو لم يكن هو لكان نفيا للوجود، نفيا للوجود اللي أنا حكمت عليه بأن هو موجود. فما ينفعش أجي أقول عليك إن مثلا زيد موجود ولكنه ليس بزيد، هيبقى فيها تناقض. فين التناقض؟ إنك أنت قلت في الأول إن هو موجود وحكمت على زيد بالوجود، لكن ليس بزيد، يبقى شيء من الاثنين، يا اما انت كاذب في الاولى يا اما كاذب في الثانيه. ليه كاذب في الاولى؟ لان الحكم منصب على شيء واحد، فانت اثبتت وجود زيد وبعد كده عايز تنفي زيد نفسه. تمام. فمعنى كده ان الاشياء نفسها محل الحكم هي اذا تعقلت معناها ما تقدرش تنفي، واثبتته ما تقدرش تنفيه. ده اللي بيلخبط ناس كتير، زي مثلا لما نيجي نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى قديمة. ما معنى إنها قديمة؟ إن معنى الصفة أصلا إنها، ولكنها نقول غير مغايرة للذات، إن الصفة ليست هي الذات ولا مغايرة للذات. تمام؟ تفصيلة كده مش إيه، مش وقتها. لكن ليه بنثبت إن الذات مش مغايرة، مش منفصلة عن الصفات، مش منفصلة عن الذات؟ لأن أنا في تعريف الصفة أصلا قلت إيه؟ انها ما يقوم بالموصوف. الصفه ما يقوم بالايه؟ بالموصوف. فلو جيت ادعي بعد كده انها منفكه عن الذات، يبقى انا اثبتت ايه؟ لا، نفيت معنى الصفه. فتكلمت على شيء وبعد كده ايه؟ نفيته. تكلمت على شيء وبعد كده نفيته. فعشان كده دايما التعريفات في غايه الاهميه. ليه؟ لان التعريفات هي اللي بتحدد لنا هو الشيء ده هو اللي انا لسه مستصحبه في الكلام أم انتقل الكلام إلى غيره. فلما أجي أقول إن الشيء ده هو حادث، تمام،
ما معنى الحدوث؟ هو سبق العدم. يبقى هو المعنى ده اللي هتفضل مستصحبه في كل ايه؟ في كل شيء. لانك انت لو انتقلت للحكم على الشيء بالنفي بعد ما اثبته، يبقى انت في الحقيقه بتحكم عليه بالايه؟ بالتناقض، بتحكم على نفسك بالتناقض، انك انت حكمت على وجود الشيء وبعد كده نفيته، وسلطت النفي على نفس الايه؟ على نفس المحل. فمعنى قانون الهويه ان الاشياء، ان الشيء هو عين الشيء. يعني لما اجي اعرف لك الوجود هو الوجود، وجود الشيء هو وجود الشيء، وعين الشيء هو وجود الشيء، ما اقدرش اعرف لك اكتر من كده. عشان كده بيجي يقول لك ان الوجود بدل، يعني لا يعرف. عايزين يوصلوا لايه؟ عايزين يوصلوا ان الموارد لا تنقلب وانما قد تنعدم، لكن ما ينفعش المهية تبقى ماهية اخرى. تمام؟ لان معنى انها بقت ماهية اخرى انها انعدمت، الماهية الاولى انعدمت. عشان كده دايما بنقول التغير حدوث والحدوث سبق عدم. فبالتالي لو انت كنت على حالة ثم كنت على حالة اخرى، ففي الحقيقة الحالة الاولى انعدمت، يبقى انت بقيت في حالة جديدة، خلق اخر. فدوت المعنى. كان فانا ذكرته في جواب سؤالك. كان ايه سؤالك؟ لما قلت لك ان درجة على قانون الهوية. ان المتماثلات لها نفس الاحكام. ليه بنقول ان دوت راجع الى قانون عقلي؟ لان انا اثبتت الحكم للماء وعرفت الماء على ان هو كذا، يبقى كل ماء تمام مندرج تحت التعريف ده، يبقى هو عين الشيء. فاهمين المعنى؟ فشيء من الاتنين، يا اما انك انت مخطئ في كليتك الاولى انك انت قلت كل الماء حكمه كذا، واما انك انت مخطئ في ان ده ماء اصلا. تمام؟ يا اما اسلم لك المقدمه التاليه. فاهمين المعنى؟ فلما بنيجي نقول ان المتماثلات لها نفس الاحكام، جبناها منين؟ ان انا طالما حكمت عليه بحكم وهو نفس الشيء، لان ده معنى التماثل، يبقى كل ما تماثل معه له نفس الايه؟ له نفس الحكم. والا هيلزم منه انها مش متماثلات، يبقى انا بتناقض. بقول على الشيء ان هو متماثل وهو مش متماثل في نفس الوقت. بقول على الشيء هو الشيء وما هوش هو نفس الشيء في نفس الوقت. واضح المعنى؟ عشان كده قالوا قانون الهويه ده راجع للاحكام العقليه، لان انا اثبتت حاجه ما ينفعش انفيها. ده لعب عيال. تمام؟ اثبت حاجه وارجع في كلامي. ودي اكتر المغالطات اللي بتقع في كلامنا، ان انا في اول الكلام اثبت وبعد كده امشي اروح انفي او ابدا اتكلم على حاجه مختلفه. تمام؟ فكره الدور والتسلسل هنخليها المره الجايه علشان يكون فيها حيل او طاقه لشرحها. يعني هي سهله ان شاء الله لو احنا فهمنا المعاني دي، بس على الاقل عشان المعاني دي تتهضم. لو معاكم الشرح هتنظروا في الشرح، يعني لما تروحوا ممكن يساعدكم. لكن هو قسمها هنا بس للاقسام الثلاثه اللي هي نقرا تعريفه بس، لان هو مش ذاكر التسلسل والدور، دي احنا بنزودها بس علشان نبقى تممنا المداخل المهمه للعلوم الشرعيه. فنقرا التعريف بتاعه. قال: واما الحكم العقلي فهو اثبات امر او نفيه من غير توقف على تكرر ولا وضع واضح. من غير توقف على تكرر ولا وضع ايه؟ واضح. ولكن قلنا ان هو النفي هنا، التعريف ده هو التعريف بسلب الحكم العادي. يعني هو هنا في الحقيقه بيقول ان الحكم العقلي هو مش الحكم العادي، لكن ما عرفنيش ماهيه الحكم العقلي. لكن ماهيه الحكم العقلي هي كل ما يترتب عليه اجتماع ناقدين او ارتفاع، تمام، او لا يؤدي الى ذلك. واقسامه ثلاثه: الوجوب والاستحاله والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدم. ليه لا يتصور في العقل عدم؟ لأن عدمه يؤدي إلى ارتفاع الناقدين. فده وجه عدم التصور وليس مجرد الخيال. الناس بتفتكر إن الحكم العقلي هو اللي أنت ما تعرفش تتخيله. لا، مش ده التعريف. هو الحكم العقلي في الحقيقة أنت ما تعرفش تتخيله. أنت تعرف تتخيل تخلف الحكم العادي، تعرف تتخيل فيل بجناحات، تعرف تتخيل انسان بيطلع نار من بقه او بيمشي على راسه، ده ما فيش اشكال فيها. الحكم العقلي انك انت تتخيل المروحه بتلف وثابته في نفس الوقت مش هتعرف تتخيل. ولكن بنقول مش ده التعريف. التعريف الحكم العقلي مش مبني على امكان التخيل ولا امكان او عدم امكان التخيل، وانما
يمكن تخلق ضابط يساعدك على التفرقة بينهما فقط. فاهمين المعنى؟ فعشان كده بيقول لا يتصور في العقل عدم. وليه؟ لأن عدم يؤدي إلى ارتفاع الناقدين. لأن عدم يؤدي إلى ارتفاع الناقدين، إما ضرورة كالتحيز للجرم مثلا، وإما نظرا كوجوب القدم لمولانا جل وعلا. وحطم. والمستحيل ما لا يتصور، هنشرحها نرجع لها بس نخلص التعريفات ونرجع للأمثلة. والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، إما ضرورة كتعري الجرم عن الحركة والسكون، وإما نظرا كالشريك لمولانا جل وعلا. والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، إما ضرورة كالحركة لنا، وإما نظرا كتعذيب المطيع وإثابة العصر. بس يعني إيه قصد تجيب الأمثلة اللي تعلمك يعني. مش هنشرح الأمثلة كلها برضو علشان الطاقة، المرة الجاية إن شاء الله نشرحها. لكن هنقسم هنا الحكم العقلي لقسمتين. بيقسم الحكم العقلي لنظري وضروري. إيه الفرق بينهم؟ بيقول إن في حاجة أنت بتلقطها وهي طيبة في ثواني، زي إن الاتنين نص الأربعة. تمام؟ ده أنت إيه؟ ما خدتش منك ثواني يعني. ان الاثنين نص الاربعة بتقول دوت حكم عقلي. طب حد يقدر يقول لي هو حكم عقلي؟ الرياضيات معظمها حكم عقلي او كلها. ليه الاثنين نص الاربعة حكم عقلي؟ لا مثلا ادركنا الاثنين وادركنا الاربعة والنسبة مش قضية احتمالات. لا رتبوا دماغك. أول حاجة، ما معنى النصف؟ تمام، هو قسمة الشيء على اثنين. تمام، بنسبة متساوية. تمام، بنسبة إيه؟ متساوية، إن في الآخر النتيجة تطلع. فهنا إن طيب، وهنا الأربعة لو انقسمت على اثنين تمام هتطلع كام؟ اثنين. فلو لم تطلع اثنين هيلزم منه اما انها مش اربعة تمام، واما ان الاثنين مش اثنين. فاهمين المعنى؟ فيلزم منه في نواهي الاشياء. تمام، يبقى انت بتقول هي اربعة وهي مش اربعة، فمنفعش الاربعة على الاثنين تطلع ثلاثة. واضح؟ فعلشان كده بنقول دايما الاحكام الرياضية احكام عقلية. علشان كده من ضمن ادلة بعضهم بيستخدم ادلة رياضية في اثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لان كل الحاجات دي يمكن تحويلها الى معادلات رياضية. تمام، بس الفاضي في الحقيقة هو انا ضحكت عليكم. ضحكت عليكم في ايه؟ ان الاثنين نص الاربعة له في الحقيقة مش ضرورية، بس هقول لكم ليه ضحكت عليكم. هي نظرية. لكن مثلا ايه معنى الضروري والنظري؟ قالوا ان هو بتحتاج الى تامل فيه ولا لا تحتاج الى تامل. فاللي بتحتاج الى تامل فيه وتقعد تفكر ده بنسميه نظري، كان العقل محتاج منك نظر، هتوصل في الاخر لنتيجه حتميه. فبيضربوا مثال بان الاثنين ربع 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 ربع، يعني مكرر اثنين. تمام، ال 16 ال 32 تمام مثلا. ال 16 ربع ربع، ال 16 ربعها 4 تمام، يبقى 16 في 2 بكام؟ 32. ربع ربع ال 32 كان في الاول صح. ان 16 ان 2 ربع ربع ال 32. فهنا هتحتاج دقيقتين تحسبها او يعني ثانيتين زياده تحسبها. زود بقى الرقم تمام، انها مثلا تمن اللي مش عارف ايه، واقعد اضرب الارقام هتلاقي لما تبقى معادله طويله في الاخر لو انت مشيت بخطوات صحيحه انت بتجزم بالايه؟ بالنتيجه، ولكنها احتاجت منك الى ايه؟ الى نظر وتامل. فده بنسميه نظر. جبتها وهي طايره كده بسرعه سريعا من غير نظر بنسميها ايه؟ ضروري. طيب ليه الاثنين نص الاربعه قلنا انها هي كمان نظري؟ هي سهلة ولكن سرعتها مش في انها لم تتوقف على نظر، وانما لقرب النظر. يعني ايه لقرب النظر؟ انها بستخدمها يوميا خلاص، حاضرة في ذهني. لكن هنا
قالوا الضروري دوت ما بيتوقفش على مقدمات وسيطة. يعني مقدمات وسيطة يعني بمجرد تعقله بتحكم بإيه؟ بوجوبه. زي ان احنا بنقول ان الجسم هو ما يشغل حيز من الفراغ. الجسم ما يشغل حيز من الفراغ. الفراغ هنا مش الهواء. الفراغ تمام هو الفراغ. فالجسم هو كل ما يشغل حيز من الفراغ. وبعضهم يعرف ان هو ذو ثلاثة ابعاد، يعني تعرفين بقى الفلاسفة القدامى والحاجات دي. فهنا بمجرد احنا اصطلحنا على ان ده تعريف الجرم او الجسم. فلو انت ما اصطلحتش يبقى هيبقى نزاعك في التعريفات، يبقى انت محتاج تحسم الايه التعريف. لكن لو احنا هنا اصطلحنا على ان ده تعريف الجسم، فاول ما اقول لك جسم فانت تحكم عليه بالايه بالتحيز. ليه؟ لان هو بديهي ماهيته اصلا لا تتحقق الا بالتحيز، لان احنا اصطلحنا على التعريف بهذا المدلول. فعلشان كده دايما بنقول ان التعريفات لا يبرهن عليها، يعني يا اما نصطلح عليها اما ما نصطلحش، لان التعريفات بتعبر عن الاشياء في ذات الامر. فعشان كده ما ينفعش اقعد انزع كتير في الدلالات اللغويه. خلاص لو انا اللغه وضعت معنى الحاجه معينه، الحاجه دي ثابته في ذات الامر، يبقى ما ينفعش نقعد نبذل مجهودنا في الايه في مناقشة اللغة. طب ليه ده اسمه ألم؟ ليه ما يكونش اسمه عبد السميع؟ ليه ما يكونش اسمه محمد؟ يبقى احنا هنا سخفة. اصطلحنا على ماهيته يبقى خلاص. لو ما اصطلحناش يبقى محتاجين نصطلح عشان نعرف نتكلم. ماشي. فإذا اصطلحنا وجد بعد كده قلت لك اصطلحنا على ان الجسم له هو ما يشغل حيز من الفراغ، وبعد كده قلنا ان هو الجسم شغل حيز من الفراغ للجسم، هتقول لي ان هو ايه بدل ان بقيت ماهيته اصلا هي ايه بهذا المعنى. لكن اذا احتجت الى نظر وترتيب مقدمات على بعضها البعض زي المثال بتاع كل حادث لابد له من محدث دوت، فهو بنسميه نظر. فعلشان كده دايما او احيانا كثير من الاحكام العقليه بتحتاج الى نظر وخفاء، ومنها وجود الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنقول ان وجود الله حكم عقلي، وهو وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى، يعني إن هو لا